مرحبا بكم في قناة الأكل ثقافة. لقد أصبحت مدينة مالمو تحسد على وجود هذا المطعم فيها، فهو اسم على مسمى. إذا دخلت إلى المطعم تحس بنفسك في بيت شيخ من شيوخ البادية. زد عليه كرم الضيافة وحسن الاستقبال من صاحب المطعم والعاملين فيه. أما الأطباق فلم نجد أي كلمات تصف حسن شكلها وطيب مذاقها، فرأينا أن نعرض عليكم بعضا منها لتستمتعوا بمشاهدتها وتحكموا بأنفسكم. يقع المطعم في السويد في مدينة مالمو. مواقف السيارات محيطة بالمطعم. العنوان تجدونه في صندوق الوصف. لقد أصبحت مدينة مالمو تحسد على وجود هذا المطعم فيها،